السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة صف الواد العطور. فيديو جديد مهم جدا، بس في البداية طبعا يسعدني جدا إن أنت تنضم إلينا ويعني تفعل الجرس عشان برضو ده يحسن ظهور، لو أنت حابب إن أنت تشوفنا تاني وتعرف معلومات قيمة جدا عن العطور ومراجعتنا للعطور بشكل عام من شركات مختلفة. إحنا بنلقي الضوء على فلسفة العطر، بنكلمك كمان على تجاربنا من العطر نفسه، انطباعنا الشخصي. طبعا انطباع الشخص طبعا الاذواق مختلفه، ولكن انا بدي لك انطباع الشخص عن العطر اللي انا بكلمك عنه. كمان تقدر ان انت تحصل عطر اوقات كتيره جدا، بيكون الرابط موجود اسفل الفيديو تقدر تشوف. سريعا هنتكلم على عطر من نخبه العود. نخبه العود طبعا عندها مجموعه عطور مميزه جدا من العطور الفخمه اللي طبعا عليها اقبال كتير جدا وعلى بحث كبير جدا، منها العطر اسمه مشاعر. عطر مشاعر الحقيقة من العطور اللي فعلا عليها إقبال وعليها نسب بحث كمان كتير جدا. طب شفنا العطر بتجربتي الشخصية، أنا بنقلها لك بالإحساس، أقول لك المكونات بتاعت العطر نفسه وده هيدي لك انطباع إيه. في البداية طبعا الشركات العالمية دايما بتستخدم يا جماعة البرغموت والحمضيات بشكل عام في البداية. البداية انطباع العطر جيد. طيب هل فقط كده ولا لا؟ ولكن العطر ده اللي بيميزه يا جماعه هو الياسمين، وهنا الياسمين احنا بنتكلم على الياسمين المصري تحديدا. ياسمين بزرع على مساحات كبيره جدا في مصر، مميزه جدا، فعلا بيأدي اداء مميز وهدوء مناسب بالنسبه لك. انت طبعا لو انت بتستخدم العطر في البدايه، عايز اقول لك ان العطر يومي، العطر مش رسمي، العطر يومي. استخداماتك للعطر انصحك ان انت تضمه لمكتبتك العطريه كنوع من التغيير. بداية العطر، افتتاحية العطر بتاعته هيكون البرغموت، سريعا ما هينتقل معاك بريحة فواكه. فواكه هنا جاية من الخوخ والأناناس والتفاح. هنا التفاح غالبا بيستخدم التفاح يا إما اللبناني يا إما التفاح اللي بيستخدم، نظرا الزيوت العطرية بتاعته بتكون ليها نكهة مختلفة. كمان اللبناني والسوري، النكهة بتاعت التفاح بتكون مختلفة شوية عن التفاح المصري. التفاح اللبناني بيكون شويه سويتي، في نسبه سويتيه من الزيت، انا بكلمك عن الزيت مش التفاح بتاع الاكل، الزيت. كل طبعا الفواكه كلها بيستخرج منها زيوت طبيعيه، الزيوت دي طبعا بتدخل في العطور بشكل عام. نكهه التفاح تحسها بريحه سويتيه شويه، سريعا ما هيجي لك الياسمين. الياسمين طبعا ريحه هدوء وفي نفس الوقت في لمسه خفيفه كده من سويتي هتشمها فيها في بدايه العطر. العطر لما استقر معاك خالص بعد طبعا ساعتين، بعد ثلاث ساعات تتقلب النوتات العطريه بتاعته، ولكن استقرار العطر معاك استقر على الباتشولي، وهنا الفخامه يزيد من الفخامه وسط العطر. احنا بنتكلم على الياسمين، تحس بريحه فوحان في العطر بانتشار كبير واسع، بعد كده هتستقر معاك على ريحه الباتشولي. القاعده العطريه فقط الباتشولي. الباتشولي من الزهور الفخمه جدا، اتكلمت عنه انا على مستوى الشخصي، عاشق لزهره الباتشولي. طبعا هي زهره فخمه من زهور الامراء والملوك على مدار العصور، شفناها بدايه من عصر الفرعوني، شفناها طبعا كان عطر خاص بتوت عنخ امون، عطر خاص كمان بنفرتيتي وجدناها في المعابد. على مدار العصور نقلت قبل 100 عام الى ماليزيا، بتزرع في ماليزيا بشكل كبير جدا. طبعا الباتشولي اما باتشولي امريكي اما ماليزي، اكبر دولتين بيزرعوه. العطر من العطور مميزه جدا، انصحك ان انت تضمه لعطورك. مش لاقي شيء تاني ان انا ممكن ان انا اوضحه لك، اتمنى ان انا اكون وضحت لك الصوره بشكل كامل. كمان هسيب لك رابط اسفل الفيديو. خلاص يا زياد، سيب لك رافه، شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.